يلا هلا على الترويقة. هاي طاولتنا جاهزة، أحلى بيكنيك، أحلى صبحية. لتحضير العجينة، عجينة تقليدية، أنا بحاجة 4 كبايات طحين، 2 كباية مي فاترة، 1/2 كباية لبن، 1/4 كباية زيت زيتون، عندي ملعقة كبيرة خميرة فورية، 2 كبار سكر، عندي ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 4 ملاعق كبار حليب باودر، هون عندي ملعقة صغيرة ملح. تاني كباية، تالت كباية، هاي 4/4 كباية طحين، منضيف فوقهم خميرة وسكر وبيكنج باودر، برجع بجيب الحليب، هلا عم بحط مواد جافة بخلطهم خلطة، برجع بجيب اللبن وزيت الزيتون، وعندي مي، واخر شي عندي الملح. بعجنهم كتير منيح، مثل ما عم تشوفوا العجينة بطلت لزق على ايدي، صارت جاهزة. برش عليهم شوية طحين وغطيت عليهم. هلا بدي فتش محل دافي كتير، لان هلا الساعة بدنا نريح العجينة اقل شي ساعتين، ساعة ونص ساعتين، او بنحمل الفرن او بنشوف محل في دفى منخلي العجينة ترتاح. أكيد عندي كم نصيحة حتى تطلع عجينة ناجحة معكم. واو عجينتنا كتير منيح. يلا هلا بدي كمان ريحناهم هون تقريبا 1/4 ساعة. هلا بدنا نعمل بهالطريقة كمان رقينا العجينة. هلا بدي حط فيهم زعتر. يلا هلا على الترويقة. أحلى قعده.